هنروح برضو للطايرة، بس خبر أسعدنا كلنا حتى فريق العمل أسعده جدا هذا الخبر. أحمد صلاح لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال وأحد أساطير الرياضة المصرية في المجمل، مش بس كرة الطائرة رجال. أحمد صلاح اختاروا الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أسبوع أو لاعب الأسبوع، وأعلن ده على صفحته أو الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي. مش كده بس، ده استعرض مشوار صلاح يعني في عمره، يعني قال سريعا ايه؟ قال مثلا انه لعب، بدا طبعا في اول الفيه مع النادي الاهلي، وبعد كده احترف مع دينامو ينتر الروسي، وبعد كده راح للهلال السعودي، وكمان لعب مع هالك بنك التركي، ولعب مع جالتا سراي التركي، رجع طبعا لعب مع طلائع الجيش، نادي طلائع الجيش، راح بعد كده على النادي الاهلي. وذكر الاتحاد الدولي ان هو من فتره من 2005 ل 2015 خد 6 بطولات افريقيا، وده رقم قياسي. احمد صلاح الحقيقه أسطورة مش هننساه، وإحنا محظوظين كجيل إن إحنا شفناه بيلعب. يمكن اللي هيجوا بعدينا مش هيبقوا محظوظين إنه شافوه أحمد صلاح، بس طبعا هيشوفوا فيديوهاته وهيشوفوا ماتشاته. إحنا بنتمنى لك يا أحمد صلاح كل التوفيق، لأن أنت تستاهل كتير جدا جدا، أنت مجتهد ومخلص، تحب النادي الأهلي، حققت بطولات، نتمنى لك إن شاء الله تقعد في الملاعب أطول وقت ممكن.